لو الحكاية فيها إن فيديو النهارده كل الزملاء المعتقلين في السجون حضروا أسرهم زوجاتهم وأولادهم للمقابلة معانا هنا للدعوة إلى الإخراج الفوري عن جميع الزملاء سواء كانوا أعضاء المقابلة أو غير أعضاء المقابلة، وهذا المطلب هو مطلب شرعي لأنه كل الزملاء الذين اتهموا بتهم سياسية باطلة لا يتم القبض عليهم بأي ارتكاب بتهمة ارتكاب أي عمل إنساني، كلهم قبض عليهم لأنهم يكتبون ويقرؤون ويعبرون عن وجهة نظرهم المختلفة مع النظام السياسي، ولذلك القبض عليهم يكتب في صميم ممارسة العمل الصحفي، هذا تقدير على عملهم الصحفي في التعبير عن وجهات نظرهم المعارضة لهذا النظام السياسي الدكتاتوري الذي نعيش حاليا، وهو استهدف مجموعات الصحفيين لإسكاتهم وإرهابهم وإخافتهم لمنعهم من التعبير عن هموم المجتمع الذي نعيش حاليا. ولهذا احنا النهارده كصحفيين زملاء لهم وهم داخل محبسكم بندعو للإفراج عنهم وتم بناء شبكة جديدة من العلاقات بين الأسر وإنشاء رابطة الأسر الصحفيين المعتقلين، وسيتولى بعض الزميلات هنا وزوجات زملاء المعتقلين إلقاء بيان عن هذه الرابطة الجديدة التي تمثل في الواقع نقلة نوعية في الدفاع عن حقوق الصحفيين، خاصة بتراخي النقيب وتراخي مجلس النقابة في اتخاذ إجراءات قوية وفعالة للإفراج عنهم ضد السلطات التنفيذية التي تمارس هذا القهر اليومي على حياتهم حتى في السجون، سواء في خارج في قيامهم بالزيارات أو في إدخال الأدوية لهم أو في إدخال الملابس الثقيلة في فصل الشتاء الصعب الذي نعيشه حاليا. الآن أقدم لكم الزميلة الأستاذة إيمان دور الأستاذ أحمد الشبيع لتلقي عليكم نبذة عن هذا. احتاجين النهارده نعرض جزء من الإنتاجات اللي بتحصل مكونة، جينا رافعين مطلب واحد هو الاحتراز الفوري عن الصحفيين، يعني منهم من اهم الاحتياطي، منهم الظروف الصحية سيئة جدا، يعني وضع السجون طبعا يعني بيزود المعاناة بتاعتهم، منهم اللي بيحتاج عمليات جراحية دقيقة عاجلة. يعني انا زوجي احمد سبيع هو محبوس في مقبرة العقرب، طبعا وضع المقبره يعني لا يخفى على احد، الزيارات بتغلق فيها بالشهور، الاوضاع فيها سيئه، طبعا هو حبس انفرادي من ساعه ما راح المقبره، ممنوع دخول التفاصيل، ممنوع دخول الملابس، ممنوع دخول اي مستلزمات شخصيه ليه، الاكل بيدخل لما بتكون الزيارات مفتوحه ما يكفي فرد واحد او يعني وجبه صغيره لا تكفي طفل صغير. الادويه اللي بيتم ادخالها بالتفاوض في الصيدليه، طبعا بيتقال ان هو لما يحتاج يطلبها من الصيدليه بتاعت السجن، الزياره بتبقى من خلال حائل زجاجي عايز الصوت، وبيبقى الحديث من خلال سماعه مراقبه مقابل اداره السجن، مفيش فيها خصوصيه، الزياره بتبقى من دقيقه لخمس دقائق، وفي احسن الاوقات بتبقى 10 دقائق مش اكتر. طبعا الزيارات كانت مقفوله كذا شهر، فتحت بس الفتره اللي فاتت عشان كان في زياره لوفد حقوق الانسان للسجن، رجعوا مني يتعنفوا في الزياره، في ناس كتير جدا بتروح بيمشوهم مش بيدخلوهم، بيبقى لهم الزياره اغلقت. يعني زوجي كان واخد حكم مؤبد في حقوق
التعبير رابعة تهمية نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، تم قبول النقد في القضية واتحددت جلسة 8 فبراير. في